السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي القناة أهلا وسهلا بكم، كنشكركم الشكر الجزيل على كاع الرسائل اللي كنتوصلوا بها، على كاع التفاعلات اللي كتفاعلوا معنا. ودابا إن شاء الله ملي بدينا معكم القناة درنا معكم الطبخ، درنا معكم معلومات، طيبنا لكم شوية طويجنا، طيبنا لكم واحد السمكة، جمع الأصدقاء ووصلنا لكم واحد ورينا لكم واحد الطبق. والمعلومات اللي وصلنا لكم كامله ان شاء الله، دابا غنوريكم ندير لكم واحد الجديد ان شاء الله، اللي هو واحد البيني بواحد الطريقه سهله، في واحد المكونات بسيطه. غندوزو المكونات ان شاء الله باش نبداو معكم فيها. ها هي كالتالي، ناخذ واحد 3 المعالق ديال سنيده، السنيده بالسكر ديالنا هذه السنيده، ونديرو الخميره، الخميره ديال الخبز اللي كنعجنو بها الخبز، هذه هي هي. كنديرو شويه ديال الملح هنا على حساب المذاق، على حساب كل واحد واش ما كيبغي، واش الملح بزاف واش ما كيبغيش الملح بزاف، على حساب داكشي اللي كيبغي. وغنجيبو معنا واحد معلقه ديال الزيت. نبداو ان شاء الله على بركه الله باش نبداو هاد الطبق ديالنا. حنا قلنا درنا الخميره ديالنا، ها هي ملي درنا الخميره ديالنا ونسينا فاني اللي هو هذا. نجيبو فاني هذي، كبوها من هذيك الخميرة اللي درنا، خميرة على الفاني، ها هي هو الفاني ديالنا. نجيبو السكر ديالنا، جوج معالق حتى ثلاثة ديال السكر ديالنا، ها هو جوج معالق حتى ثلاثة ديال السكر نديرو هنا. سبقنا درنا الملح، درنا الخميرة ديالنا، نجيبو شوية ديال الماء يكون دافي، الماء ديالنا يكون دافي، نكبوه شوية هنا، نحركو هاد المقادير ديالنا. الخميرة هادي كيما كتشوفو حتى تذوب الخميرة، باش هاد الخميرة ديال الخبز والخميرة ديال الفاني هي اللي غتفاعل، يعني هي غتفاعل، هي اللي كتعطي داك البيني كيكون فيهم هي مثقب من داخل، شي مفشفش باش يجي في الماكلة مزيان، ميجيش مجموع. نديرو ديالنا هي الخميرة، لاحظتو نخرج معاها هاكا الخميرة حتى تدخل مزيان المكونات ديالها. سهلة. نجيبو عندنا الزيت، الزيت عندي واحد معلقة الزيت ديالنا اللي عندي معلقة بركة، قياس عندنا في يدينا، ها هو الزيت ديالنا. غنبداو نحركو مزيان حتى يتمزج داك الزيت والخميرة، عاد باش نديرو الماء، الكمية ديالنا الماء اللي عتقدنا في العجينة ديالنا باش تجي مزيان. ربما تسألوا تقولوا الرجال تا هما أول مرة كنشوفو الرجال كيصاوبو بين، غيجيب واحد الطريقة مزيانة، ولا تبعتو معنا الفيديو حتى لآخر وحدة غيبان لكم كيفاش الطريقة وكيفاش التقديم ديالو. وحنا غنمشيو معاكم خطوة بخطوة إن شاء الله حتى غادي نوصلو معاكم للنهاية. هذا بيني طريقة سهلة، 500 غرام على حساب الكمية اللي باغي نتا، يا 500 غرام يا 250 غرام، وانت حافظ المقادير. كل ما نقصتي من الدقيق، كل ما نقص من المكونات ديالو، كل ما نقصتي من الزيت، كل ما نقصتي من السكر، كل ما نقصتي من الخميرة. ولكن بالنسبة للأرزاق تبقى شاصية وحدة ضروري. لاحظتو شوف الطحين ديالنا كيولا، ها مبقاش داك، ها هو الخميرة ديالنا تمجد، الزيت مشيت تمزج مع بعضياتهم مزيان. عاد باش ندوزو للماء، الماء مشاهدي الكرام يكون الماء دافي ما يكونش بارد باش يجيكم داكشي مزيان. تبعوا معنا ونشكركم على التفاعل اللي كتفاعلوا معنا دائما، كل ما تفاعلتوا معنا وضعيتنا لي كومونتير والنصائح وهذاك الشيء كنعاودو حنا نبحثو ونقلبو، كل ما جبرنا شي حاجه مزيانه وجديده كنحاولو نجيوها لكم باش حنا نمشيو دائما بالفائده العامه مع بعضياتنا ان شاء الله. ومازال مازال 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 مشتو والو، يلاه البدايه القناه ان شاء الله طال المشتركين ديالنا كيتزادوا نهار لنهار، هادشي اللي كيشجعنا وكيخلينا نخدمو يوميا ونقلبو لكم على الجديد.
دائما قلبكم على الجديد. احنا مازال مع الجديد ديالنا، دابا غنديرو الماء، الماء يكون دافي، دافي الماء، ما نديروش الماء بزاف، نديرو على حساب، على حساب باش العجينة ديالنا ما تجيناش نحركو العجينة ديالنا هكا هادي، هاكو العجينة ديالنا هكا، تجمع ديك العجينة نحاول نجمعوها، غنوصلو معاكم الطريقة وفي الأخير غنقدمكم الطبق في النهاية ديالو، نزيدو شوية ديال الماء، دائما نمشيو الماء درجة بدرجة، منديروش الماء بزاف باش ما تخسرناش العجينة بشوية. ها هي كيما لاحظتو العجينة ديالنا بدات كتجمع، هادي هي بدات كتجمع العجينة ديالنا، نجيبو هادي اللي مجموعاش باش بدات تنشف، دابا راه باقا كتجمع باليدين، ها هي واحدة، دابا غنستعملو اليدين بجوج مخفاش اليد وحدة. هي العجينة ديالنا بدات كتجمع، لاحظتو زيدها واحد شوية ديال الماء باش تجمع لنا، بقات شي حاجة قليلة دابا قلنا هادشي هذا، شي شوية ديال الماء باش نكملو العجينة ديالنا وغتجمع لنا مزيان، نزيد واحد شوية ديال الماء غير شوية على حساب باش العجينة ديالنا متجيش جارية، وبهادي غنجمعو زين هنا، هنا ولا الطحين هذا اللي خدم علينا هنا اليوم، نديرو باش ميديرناش شي نقية، مبقاش لاصقنا داك الطحين تما وميديرناش، ها هي لاحظتو، نجيب واحد البلاستيكة واحد منها نغطيوها هنا، واحد البلاستيكة نجيبوها، هي البلاستيك ديالنا، البلاستيك كل واحد البلاستيك ديالو، كنجيبو غير البلاستيك ديال، غادي نديرو غير هاد الشي، درنا الطبيعة صبتنا هنا، نخليوها واحد المدة، باش من عاد خمرنا غنتلاقاو إن شاء الله وغنكملو معاكم الطريقة كيفاش قرينا وكيفاش غنوصلوها، دائما كنشكركم لأنكم كل ما شجعتونا كل ما عطيتونا بزاف ديال الوقت باش نقلبو باش نبحثو باش نرضيكم ونرضيو كاع الناس اللي مشاركين معنا وكيشاهدونا، لان حنا دائما نقلبو على جديد ودائما نبقاو نتفاعلوا مع بقية القناة، وهاد القناة كيما هضرت في اول لحظة هادي قناة فيها عدة اختصاصات، فيها الطبخ فيها المعلومات، دابا ان شاء الله بنتنا هاد الفكرة غنعطيوها لكم باش تفضلوا هاد البيني كيجي زوين، هاد البيني خفيف وعندو مكونات بسيطة وسهل لأي متناول أي واحد باش يديرو، وليداتنا الصباح ملي كيبغاو يفطروا المدرسة هذا كيجي ساهل، نصاوبوا لوليداتنا ونزلوه يومين نعطيو وليداتنا يفطروا، ندوز واحد الشيء ما بين نعاون نوع من نوع اخر ان شاء الله، بعدا نعطيكم بزاف ديال الوجبات ان شاء الله اللي عطاوكم مع وليداتنا في المدرسة، انا عزيز عليا الدراري اللي كيقراو في المدرسة، وعزيز عليا الناس اللي كيسهروا مع وليداتهم باش يقرايوهم باش يتدربوا مع المتابعة باش يوصلوا واحد النتيجة مزيانة، ولهذا دائما ان شاء الله مازال نعطيكم بزاف ديال المسائل اللي عرفتيو مع وليداتكم في المدرسة، نتلاقاو بعد ما يخبرنا العجينة، شكرا. خرجي عندك، خرجي عمتك.
دابا حنا يعني مع طلقتنا العجينة حنا نزلناها درنا لها الدلاك هكا، غنصاوبوها بواحد الطريقة مستطيلة. الدلاك هادي كتبركو هكا بالدلاك، كتمشيو معاها هكا 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 بهاد الطريقة هادي، كديرو عن طريق مستطيل. كنزلو هاد الشكل هنايا، كنجيبو الكاس اللي معندناش باش معندناش قطعة، كنجيبو كاس كنديرو الطحين هنايا هاد الطريقة، كديرو الطحين باش ميلصقش هاد الكاس هنا. وعندي انا القطعة التانية لداخل اللي عندي بهاد الدائرة صغيرة، هاد القرعة ديال الكريستال قطعتها ونقطع بهادي. تاكر كل واحد يتاكر شنو يدير اللي عندك، ما عندكش دير هادي كافية. وعلى بركة الله عندنا حنا درنا هكا، نقطعو بحال الشكل هذا، نجيو نديرو هكا. احنا قطعنا التقطيع الاول، التقطيع الثانية نجيو بهادي هكا، حتى هي نديرو غير شوية ديال الطحين هنا في الراس ديالها باش متلصقناش العجينة هنايا. نجيو هكا ندير واحد دائرة هنا، ما لاحظتو هادشي مازال غنستافدو منه. هاهو هنا نبداو نزلو ديال المسائل ديالنا هنا، وحنا غادي الحين كذلك بسم الله على بركة الله. الثانية نجيو لهادي، الحاجة أم الاختراع، الحاجة أم الاختراع هي ديالنا. وحنا غادي بهاد الطريقة هادي نوريكم هكا واش يبان هداك الشيء. واضح نجيب التانسي كذلك، وحنا غادي ها هي كذلك. نجيب هذه، نشيل ديال ننزلو هكا، حنا غادي نجيب هكا منخليوش المساحات هنا باش نستافدو. يا في الاخر اجمل العجينه اللي تبقى زايده، ولكن الاحسن نديرو هاد الطريقه هكا باش ميبقالناش الفرق هكا. وحنا غاديين هي كتوجد العجينه ديالنا هكا، مخليوش المساحه باش نستغلوها بهاد المسائل هي. وحنا غاديين طريقه سهله، إلا لاحظتو هو جاي كيتجمع عندنا، حنا كنوجدو المسائل ديالنا بطريقة سهلة وبسيطة، لا مكونات كثيرة لا حتى شي حاجة، لا ماتيريال ولا هادي. كاس هادي هكا، وحنا غادي بهاد الطريقة كذلك هكا هكا. كذلك دائما هذي يحصل زانو جينا طريقة زوينة، هادو كنجمعوهم طريقة سهلة. المكونات دائما كنمشينا مع المكونات البسيطة، كاس كل واحد عندو كاس ديال كيسة في الدار ميمكنش، راه غادي الزيت خاوي قطعناه خدينا هاد الراس ديالها قطعناه لعلي، أو شحال نقلبو معنديش ماتيريال معنديش هادي معنديش هدا. هاد الحبيبات كيتجمعو عاوتاني نعاود نعجنهم مزيان، عاود نديرهم دلال، نديرهم بطريقة مستطيلة ونقطعو داكشي ديالنا وحنا غنحسنسالي. طريقة سهلة، أي واحد سهل داكشي، دائما حنا كنمشيو مع الحاجة السهلة ومع المكونات البسيطة. هاد الشي ديالنا دائما أنا كنمشي مع المكونات البسيطة جدا باش أي واحد يمكن له يستعمل هاد الشي، أنا مكنمشيوش شي حاجة كبيرة. علاش؟ عندنا وليدنا في المدرسة، عندنا بزاف عندنا وليدنا صغار نوجدولهم هادي ما خسر والو. راحتو هكا آخر واحدة هكا، آخر واحدة هكا. اللقطة ديالنا عمرت، نعاود نجمعو هادشي ديالنا كيما شفتو هكا، نعاود نجمعوه. هادي جينا ديما ندلكوها مزيان باش تجي بحال هاد الشكل، لاحظوا.
باش العجينة ديالنا تكون معجونة مزيانة ومدلوكة. باش ملي كنبغيو نعدلو هاد البيني باش يجيكم مزيان هذيك المكونات اللي بقات، العجينة اللي بقات مقطعانة ما نخسر والو. عاوتاني غنديرو لها نفس المشكل، غنعاودو نفس الطريقة وحنا نكمل نفس الطريقة هكا. عندنا بلاك ديالنا غنوليو نديروها عن طريق مستطيل، نديروها مستطيلة سهلة. هذه سهلة، غنكملو الطريقة. حاولوا تجي مستطيلة وتجي رقيقة باش يجي داكشي مزيان. شلناها هنا، هذه نديرو عن طريق مستطيل كما بينا لكم. نعاود نفس الطريقة، غنديرو الطابق الثاني هنايا ملي غنساليو غندوزو باش نقليو ان شاء الله ونوريكم الطريقة. وجد البيني ديالنا وخلينا خمر، حنا جبناه بدينا قلينا، وريتكم هاد شوية قليت هاد شي حاجة وريتكم، غنكمل معاكم الطريقة كيفاش نقليو البيني ديالنا. غنحطو كنحطو البيني بحال هكا، كنمشيو لهاد الزيت اللي هنايا، هاد الزيت هذا كنبقاو نديروه ندوزو هنايا فوق هذايا هكا باش داك الزيت خصو فوق البيني ديالو باش كيجي حمر. نزيدو الطريقة الثانية، ها هي الطريقة الثانية، هو كيجي ساهل. الزيت يكون سخون مزيان، ملي كيكون هاد الزيت سخون مزيان داغي كيوجد عندنا البيض داغي كيتقلى. لاحظتو ها هو بدا يحمر هنا من تحت، ها هو نوريه لكم بواحد الطريقة. ها هي كي ها هو هذه البلاصه، هو بسرعه كيوجد. ها هي الزيت ملي تنزلو، الله يخليكم الزيت يبدا فوق هكا هكا بهاد الطريقه هكا، لانه دا غير كيو اذا كان الزيت سخون ديالنا مزيان، اذا كان الزيت عندنا سخون مزيان دا غير كيوجد. ها هو ما هي وجدت ديالنا شويه بحال اللي تحرقش، ماشي مشكل. ها هي لاحظوا سهل، يلاه كتنزل كطيب. ها نقلبوها الثانية، لاحظتوا معنا يوجد. ها هو ها البلاطو ديالنا مزيان، ها هو البلاطو ديالنا مزيان. زول عليا ديك اللي محروقة، ها هو البلاطو مزيان ساهل، مكونات سهلة بسيطة، ماشي شي مكونات كبيره. وهذوك الطريفات الصغيره اللي بقاو لنا ديال اللي كنا نديروهم باش كنا كنقطعوا بديك التقطيع الثاني باش كنديروا الزيرو، باش عطينا الزيرو بحال كان يبقاو لنا واحد المكعبات صغيره نديروهم، ما كاين باس نديروهم للوليد ديالنا صغيره ونعطيهم لهم هما كذلك. يجيو بحال الحليوات، كنديروا عليهم شويه ديال السكر، السكر يكون رطب والسكر كلاصي، ولا ديروا السنيده هذه كل واحد اللي بغى، وكنزلوه وكنعطيهم. احنا سالينا الوجبة ديالنا، سالينا البيني ديالنا، هي الطريقة زوينة. غنمشيو باش نحضر لكم دابا البلاطو ديالنا اللي غنزلوه مع واحد البرد اتاي يكون نعناع مزيان، ونوريكم الطبقة ان شاء الله. ها هو البيني ديالنا باش وجد، درنا في واحد الطبيسي، كاين الوليدات اللي كيبغيو ولا كاين الناس اللي كيبغيو السكر، درنا لهم السكر. الناس اللي مكيبغيوش كنخليو لهم هادشي لهم، كنقدمهم واحد البريد ديال اتاي مغربي، واحد الصوينية، وكل جلسة عائلية باش تكون زوينة. وها هو باش نوريكم باش تشوفوا بيني كيفاش ديالنا هو مقطع. هلا الناس اللي كيبغوا السكر، الناس اللي ما كيبغوش السكر عاوتاني كذلك، ها هو بيني ديالنا مفشفش مفتوح، ها هو كذلك. بصحتكم وراحتكم، شهية طيبة لجميع المشاهدين الكرام. وما تنساوناش الناس اللي مازال ما اشتركوش معنا، يكليكيو معنا على الجرس ديال الفعل اشتراك وجيم باش وما تنساوش تفعلوا الجرس دائما ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد منا. ومازال معكم ان شاء الله في الطريق، مازال معكم ان شاء الله. شهية طيبة، صحتكم وراحتكم، خذوا صحتكم وراحتكم. نزل هذيك الصحة والراحة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم.
نعم.